التبرع النظامي أو المنتظم بالدم يسمح بتوفير مشتقات الدم بمأمونية avec une sécurité transfusionnelle خاصة عند الحالات الحرجة المستعجلة، يعني ما نستناوش حتى تكون اون اورجونس فيتال باش نتبرع بالدم، الوقت تاع التحاليل ما يكفيش ووقت لو بروسيسوس هذاك ما يكفيش، إذا راح تكون تعقيدات أو وفاة في انتظار وجود الدم. بالنسبة لسن 18 إلى 65 سنة، بالنسبة للوزن 55 كيلوغرام لازم تكون صحة جيدة طبعا، وبالنسبة للتواتر ولا لافريكونس 5 مرات في السنة للرجل و3 مرات في السنة للمرأة. إذا كانت حالته الصحية ما تسمحش، مثلا إذا كانت عنده أنيميا، إذا كان عنده يعني مرض وراثي تاع النزيف الدموي، أو إذا كان عنده مرض في القلب يعني فشل في القلب أو في الكلى، يعني هنا عملية تبرع بالدم راح ممكن تقدم له تعقيدات. نصحح يعني معلومة خاطئة، أنه ليبرتوندو ديابيتيك، ليبرتوندو إكيليبري اللي عنده مرض ضغط الدم يعني متوازن بالدواء، أو مريض السكري بالصف الثاني اللي يشرب يعني الأقراص، إذا كان إكيليبري يعني متوازن ممكن يتبرع بالدم. احنا رانا في مركز حق الدم في مستشفى باشا، ومعظم المراكز نخدموا بالفترة النهارية وقت الصيام، وفي الفترة الليلية يعني في سهرة رمضان بعد الإفطار يعني، وحنا نفضلوا أن المتبرع بالدم يتبرع بعد عملية الإفطار. يمكن التبرع بالدم في الفترة النهارية وقت الصيام، لكن لا ننصح بذلك، خاصة إذا كانت هي فترة حرارة ولا فترة يعني فترة إمساك طويلة. طبعا يشرب السوائل يعني الماء، وما يكثرش من المواد الدسمة لأن البلازما راح يكون ليبيميك، وما يقومش بجهد بدني يعني كبير بعد التبرع بالدم. إذا كان تبرع كان لازم عليه يتبرع في الفترة الصباحية يعني وقت الصيام وقت الإمساك، يعني يبتعد عن الحرارة عن الجهد البدني، ويشوف إذا كان قدر يكمل يوم ويكمل، وإذا ما كانش يشرب المياه. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، هذه تنطبق فعلا فعلا على التبرع بالدم، هذا سينوتر كوتيديان، هذه يومياتنا، يعني يومياتنا أن نشوف حالات مستعجلة حرجة جدا حرجة جدا تحتاج إلى الدم. إذا ما كانش هناك الدم راح يموت. إذا كان هناك متبرع بالدم جاء بلا ما يستنى الحالة المستعجلة راح يحيي نفسه.